Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? To when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're what I need. Can I take you there? الكاميرا الجايه الاخرى باش غادي تشوفوا. يلا خليكم معنا.
البنات دابا من بعد ما صال الاستعراض هنا في مدينه صلاه غادي يمشي بكم لمدينه الرباط نديروا فيها سلو موشن وغادي تشوفوا تما الاحتفالات ديال الشباب كيفاش كتكون. يلا خليكم معايا. البنات غادي يبدا الشطر الثاني من الاحتفالات. صراحه هادشي اللي كيديروه الشباب في مدينه الرباط زوين وكيستحق التشجيع وشي حاجه اللي هي زعما ما موالفيناش بطبيعه الحال. الثقافه الغربيه كيجيبوها من الغرب ولكن معليش ماشي مشكل. المهم هو ان الشباب ديالنا كيدير شي حاجه اللي مزيانه وشي حاجه اللي كتفرح ليها العين. المهم هنا غادي نكملوا الاحتفالات في مدينه الرباط وخليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. كنتمنى النهار يكون داز عند الجميع سبيسيال ماشي بحال المهوره ديال الايام الاخرين. يلا خليكم معايا. السلام عليكم بنات لاباس عليكم. المهم كيف ما كتشوفوا انتم شفتوا معنا النهار ديال الميلود كيفاش داز. هادو هما الاحتفالات اللي تيكونوا قبيله تدوزت لكم الاحتفالات ديال سلال المدينه بداكشي تراديسيونيل وهنايا دابا ديال الرباط داكشي ديال الشباب. ومن موراه جيت تلاقيت مع صديقه العمر اللي تقريبا راه من الكاتريام ديالتي راه عمر وشحال هادي ما تشوفنا تقريبا شي 3 سنين ويلاه كتب دابا باش نتشافوها هي معايا. انتم تشوفوها غير ايفيرسو راه هي هاربه ما تشوفوش لها وجهها. صافي تلاقينا وما شحال هادي ما تشوفنا ما بغيتش نبقى نفلوغي باش تبقى حتى هي على راحتها ونهضروا على راحتنا. وصافي هكا النهار هكا النهار داز عندنا ومشينا لواحد القهوه جلسنا فيها كلينا وشربنا وما خلينا ما درنا
وتجمعنا ودابا صافي الاخر ديال النهار دابا طالعين من الشارع باش غادي نمشيو ناخذوا الترام ولا الطاكسي. المهم اللي جانا قريب ونمشيو بحالتنا نمشيو بحالتنا ندخلوا لديورنا صافي، حيت ان شاء الله غادي نرجع بحالتي نهار الاثنين، ما بقى ليا والو هنايا. ميعادنا ان شاء الله الشهر الجاي كيف ما موالفين كل شهر ان شاء الله حنايا في الرباط. ودابا انا في شارع حسن الثاني داك اللي كتشوفوا لي ها راهو كيبان الفوق، هذاك هو جامع السنه اللي معروف هنايا، وهذا اللي من مورايا خلاص البارلمون راه كلشي كيعرفوا، وهذيك اللي تما راه هي سماح. سماح ما تضريش ديري غير ها. وهذا الفكيرين خديناه لزياد وراه ماما، هذا الفكرون شحال هو لاصقني على الفكرون هو وخوه باش ناخذ ليه الفكرون. وما يلا كتب دابا هذا النهار كتب لنا نديرو فيه كلشي ونشوفو الحباب ونشوفو الصحاب ونشوفو كلشي. المهم ما نطولش عليكم، هكا النهار داز ديال العيد وتهلاو ليا فراسكم و غو بيزو ا توس، ومع فلوق جديد ان شاء الله باذن الله. اوفر.